وبدوره أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان خلال مداخلة هاتفية في البرنامج أن هناك تمييزا عنصريا واضحا للأقليات في قطر واستبعادهم بشكل كامل من الحياة الاجتماعية والسياسية. الحقيقة أن هذه الأمور بتعادل بشكل كبير جدا من مشاعر الكراهية والتعصب وبتجعل المجتمع القطري متشدد جدا في قبول الآخر، برغم الحقيقة أن في جهد كبير مبذول من الآلة الإعلامية لحفظ شكل الدولة أمام المجتمع الدولي، ولكن كثير من المواقف بتؤكد أن الأقليات يعانوا بشكل كبير جدا، وقدمنا عدد كبير من الشهادات الحية الموثقة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مع عدد المنظمات بتؤكد أن هناك في وجود تمييز عنصري واضح للأقليات واستبعادهم بشكل كامل من الحياة الاجتماعية والسياسية، وده من خلال تشريعات وقوانين تعوق بشكل ظالم وتنتهك حقوق الأقليات. الأخطر من كده هو تربية الشباب من الجيل الثاني والثالث على هذه الثقافة وغارس هذه المفاهيم في عقلهم، الحقيقة بينزل بكثرة الأجيال القادمة، هي في يوم من الأيام بتتولى القيادة، تربت بشكل كبير على فكرة اضطهاد الأقليات واعتبارهم مجرد أدوات تستخدم لخدمة النظام دون أن يكون لهم أي حق. وهي من وجهة نظري أسمى مشاعر الكراهية والحقد والظلم اللي نتوقع أن نراه في المستقبل القريب بيزيد بشكل كبير داخل قطر. ما ننساش كمان الأضرار النفسية التي تحدث لهذه الأقليات نتيجة لتهميشهم المتعمد، وده بيخليهم الحقيقة يعيشوا في مجتمع مغلق تماماً.